السلام عليكم، كيفكم يا حلوين؟ فيديو اليوم رح يكون على يومين. اليوم الأول زي ما انتم شايفين عمالي بعزل الثلاجة. هذا الحكي بعمله دائما لما بدي أروح شوبينج على السوبر ماركت، بدي أعمل يعني حفلة شوبينج خلينا نقول، بدي أجيب أغراض كتير، فضروري بكون ببالي أعزل الثلاجة، أشوف شو في عندي، شو في أشياء لازم تنكب يعني لا سمح الله إلا يصير. طبعا بحاول الواحد موضوع الترتيب، طبعا أولها بكون بجنن، بعدين طبعا بيجيني أوردرات، بتصير الأمور هيصة معي، المهم إلا يصير فوضى. فكل فترة مرة بالشهر عندي حسب قائمة الروتين تبعي التنظيف، اللي إن شاء الله ناوي أشارككم فيه بإذن الله، روتيني اليومي والشهري والأسبوعي كله إن شاء الله قريبا. بس من الروتين الشهري تبعي هو موضوع إني لازم أعزل الثلاجة وأشوف شو الأشياء اللي ناقصة وأكتبها مشان أجيبها من السوبر ماركت، مشان ما يكون في عندي أشياء أكسترا، ومشان أحرص على إنه أستخدم الأشياء الموجودة عندي في الأيام القادمة، يعني أحط بضمن المنيو الأشياء الموجودة عندي عشان أستغلها. هدول الاكياس هم طبعا بنغسلوا، بقدر انشفهم منيح، بنشفهم بالعاده وبعدين بحط فيهم خيار، جزر الى اخره. هلا رح تشوفوا كيف عم بضب الخيار لانه جبت خضره اليوم من عند الخضرجي، بس كل شوي عمالي بتذكر شو في اشياء بدي اياها وبكتبها على هاي القائمه مشان ما انسى. زي ما انتم شايفين قيمه الجزء الاصفر اللي على الخيار، وبنشفهم كتير منيح لانه عدو الخيار هو المي، وعندي نابكنز كتير بدي أمشيهم بدي أخلص منهم، فعم بلفهم بدل البيبر تاول بنابكنز. طبعا لو أنا ما عندي نابكنز ولأني بطلت أشتري بيبر تاول، في عندي قطعة قماش أو يعني فوطة نظيفة، قطعة شاشة اللي بدكم إياها، المهم إشي يمتص السوائل. وهذا كان شغلي لليوم الأول. اليوم الثاني رح تشوفوا هلأ كيف إنه عملت شوبينج وعملت طبخة أو طبختين فعليا، هم مش طبخات كبيرة، من الأشياء اللي عندي. السلام عليكم، كيفكم يا حلوين؟ اليوم بدي اروح على ياسر مول. الشوبينج تبعي رح يكون تقريبا خلينا نقول بده يغطي ان شاء الله اغلب شهر 9، سواء كان احتياجات للبيت او للبزنس. هلا اكيد في احتماليه اضطر ارجع، بس من هلا بقول لكم رح تكون شوبينج تريب كبيره، لانه صراحه على الوقت ما عم بسعفني اني باستمرار اقدر اروح على يعني على السوبر ماركت، فبضطر اروح اجيب من السوبر ماركتات اللي جنبي، وفي منهم بيكونوا لانهم اصغر طبعا دائما بيكونوا اغلى. ففي اشياء اساسيه دائما انا بحاجه الها للبزنس، مثل الطحين، الطحينه، السكر، كريمه السائله، الكريم تشيز، فهذه اكيد اني بقدر اجيب منها كميه واحطها بالثلاجه او اخليها يعني بمكان معتم مظلم نسبيا بارد مشان تضلها امورها تمام، وهو فعليا استهلاك شهر يعني. فخلينا نشوف مع بعض شو راح اجيب اليوم سواء كان للبيت او للبزنس. ليتس جو. اول ما تدخلوا على ياسر مول بالعاده بيكون في المكسرات والكاندي، فحطيت اللوز وحطيت الجوز، اسعارهم يعني عاديه معقوله يعني. جبت كمان حمص لانه ان شاء الله ناوية اني اعمل اليوم هيك اطبخ فيه اشياء للفريزر رح اشارككم فيه. بدي توست مشان اوردر ليوم الخميس، وكمان بدي هدول الكراكرز اللي بالزعتر، بعملهم او بستخدمهم بالتشيز تريز وبستخدمهم بالفطورات، كتير زاكين صراحة، بنصح فيهم من بارادايس. سعر النسكافيه مرتفع بشكل خرافي فوق الدينار، بس طبعا انا بشرب واحدة باليوم، هلأ صرت مش عشان المصاري، عشان فعليا اخفف سكر، وهيني عم بجيب سكر، بس هذا السكر فعليا اكتر للبزنس. بدي حليب بودرة، عم بستخدم صراحة انواع معقولة سعرها عادية، وبجبت زيتون مقطع. المرة الماضية كنت بالغلط جايبة زيتون مش مقطع، فرالي قلبي صراحة.
بابي سيد للي بيسألوني دائما وين، عند البهارات بتلاقوه. جبت كمان من هاي الصوص عشان أعمل صوص باستا وبيتزا أحطها بالفريزر من ضمن التحضيرات لشهر 9 للفريزر. جبت سباجيتي، وكمان جبت المعكرونة اللي هي الفوسيلي اسمها، أو اللي هي الزنبرك، هذه للبزنس. السباجيتي للبيت فعليا بستخدمها. الدورة كتير مرتفع سعرها، هاي ده أول مرة بدي أجربها، حدائق الإمارات، بس يعني معقول سعرها، طلع أظن 64. نوتيلا طبعا للبزنس مش للبيت فعليا. برضو تونة مينلي للبزنس برضو، لأنه سندوشات التونة عندي، وهذه جودي من أنواع كتير طيبة، طحينة كمان للبزنس. على الأغلب رح أحتاج كمان خلال الشهر، بس جبت واحدة بس. زيتون برضو هذا للفطورات وللتشيز تريز. تركي، هلا هذا التركي بجيب منه كمية لأنه بستخدمه دائما. وبيض طبعا من هاي الجبنة المشللة التركية. وصراحة لاحظت إنه الكراكرز كتير الفرايتي أقل من دايما، فجبت بس نوع واحد اللي هو النوع اللي أنا بحبه اللي على زعتر من بارادايس. جبت دجاج صحنين صدور كل واحد فيه ثلاثة، هذا للشهر يعني احنا مش كتار فبيسكلي ما بنستهلك، وهي كل كمان اللحوم رح تشوفوها اكتر بس اخلص. جبت 2 نسكافيه 2-in-1 لاني بدي احاول اعمل سويتش عشان ابطل اشرب سكر، ان شاء الله اني اقدر يعني اي هوب. هذه للايس كوفي طيبة يعني. حبيت افرجيكم انه اللي بدور على حلاوة الشعر تبعت تركية كوسكا بلاقيها هناك، هذه كانت من احلى الديلز اليوم، 49 قرش حق 32 ظرف من الفانيلا، وانا بستخدم هاي كتير فجبت 3. كنت لازم اجيب اكتر صراحة، عم بحكي هلا واحتمال مفكرة ارجع بكرة. جبت النقانق زوان، هذا الكوكتيل بستخدمه للبزنس، وكمان جبت بسكوت التيراميسو مشان عندي انا، بس عندي اوردر يوم الخميس رح احتاج البسكوت احتياط يعني يكون عندي زيادة. دائما بحاجة لكيك ميكس مشان الترايفل، لانه صراحة ما عندي وقت اقعد اعمل ماي اون كيك، فاسهل اشي بعمل كيك ميكس، فجبت 4. كنت دائما بتمنى لو يكون 99 قرش بس طلعوا اغلى شوي من 99 قرش. كريم كراميل لانه من ازكى الحلويات الصيفية، هذا كمان كان ديل رهيبة، جبته المرة الماضية اذا متذكرين بدينار و35، لاكتوز فري حليبنا، اذا سمعيني حليبنا بليز اعملوا لو فات. فجبت مجموعة تقريبا يمكن 7 أو 8، ما اظني رح يكفوني كل الشهر. ورحت هناك عشان اجيب الفيلينج والتوبينج تبعت التشيز كيك اللي هي البلوبري والستروبري برضو للبزنس. فاذا رجعت بكرة ان شاء الله رح اجيب كمان حليبنا صراحة، لانه ديل كويسة. بحب دائما يكون عندي حليب مركز محلة، هذا ارخص نوع كان لونا بدينار و20 اظني اذا انا مش غلطانة. الطحين يعني ده استهلاك كتير عالي للطحين، جبت باكيتين كل باكيت 5 كيلو، اذا رجعت بكرة رح اجيب كمان 5 كيلو اذا بديش ارجع مرة تانية على ياسر مول. جبت سكر ناعم، هذا ارخص نوع صراحة، جبت الباشا كمان بس طلع اغلى. جبت كمان مايونيز، هذا احسن مايونيز انا بالنسبة لي كطعم، وقريب كتير من الكرافت اللي هو النوع المايونيز. جبت كمان ورق زبدة مشان الخبز، او ورق خبز هو فعليا مش ورق زبدة بس يعني parchment paper بالانجليزي. اكياس مشان الفريزر لاني ناوي زي ما حكيت اني اعمل اشياء واحطها بالفريزر ان شاء الله. الحارس عندي كسر لي عصاية المكنسة فجبت عصاية، طبعا حطيتها هيك بالاول بس بعدين دخلتها مظبوط. ونكمل شوبينج. طبعا العرباية كانت تقلانة على الآخر، كنت لازم أجيب عرباية تانية، حبيت أجيب هذا للمطبخ. عندي 2 للحمامات بكل حمام، بس قلت بدي 1 كمان للمطبخ، طبعا للجلاية التابز. وشفت هاي الديل أولها على الحلوم، بحاجة لحلوم، الحبة بتطلع بدينار وربع، سيفتي اسم البراند، أنا عمري ما جربته بس جبت. بعدين شفت كمان هاي الديل مرتبة على اللبن التركية ب 77 قرش، إذا رجعت بكرة رح أجيب كمان.
بعدين لقيت جبنة أنا متعودة عليها ب99 قرش، فجبت رجعت هديك وجبت هاي، جبت 8 حبات، وهدول بجوز ما يكفوني لكل الشهر، فاحتمال أجيب كمان إذا رجعت بكرة، عشان ما بصحي لي مرات كتير أرجع على آسر مول، فمش غلط. جبنة فتة هاي من نادك صراحة سعرها كتير معقول وضاين بالتلاجة، شايفين كيف الزبدة هادي والزبدة هاي نفس الوزن وهاي أرخص، فبس اللهم أنه بدي أقطعها، وأنا عندي ميزان بقدر أوزن، إذا بدي 100 جرام 120 بقدر أوزن، فما عندي مشكلة. وجبت للأسف الجبنة الكريمية بس كان ضايل 5، أنا كنت حاطة ببالي أجيب أكتر، فإذا بكرة رحت ولقيت رح أجيب إن شاء الله. هذه بدينار و10 صراحة هت كتير، بحاجة لكمان كريمة خفق، جبت 6، بستخدمها كتير للحشوات. خلصت الشوبينج، الشوارع لسه فاضية الساعة 9:15، فأنا كتير مبسوطة لأن الواحد لما يطلع بدري هذا، وأنا ما طلعتش بدري كتير فعليا، طلعت يعني نقول تقريبا 8:15، ساعة تقريبا أخذني الموضوع، لأني عارفة شو بدي وشو بدي أشتري، وفي نفس الوقت كنت حاطة لست. هلأ في كم شغلة ما لقيتها بس مش مشكلة، يعني بتمشي الحياة بدونهم. وبصراحة ما لفيت كتير في الفروزن سكشن لأنه حسيت حالي إني ما بدي إشي من هناك، وكمان ما طلعتش على الطابق التاني، فهذا كله ساعد بإنه يختصر وقت. طبعا أنا ماسك الموبايل بإيدي مش لازم هيك، بس عم بسوق على الخفيف، وأصلا الشوارع نسبيا فاضي، بدي أسكره وأشوفكم بالبيت. طبعا ما رح اطول عليكم بالشرح لانه اوريدي انا حكيت كلياته تقريبا باول الفيديو، بس بعض الاشياء بدي احكي فيها. انا بشتري طبعا، وهيني كاسره واحده من البيض، بشتري البيض لارج دائما مش اكسترا لارج، عشان هو البيض الستاندرد للوصفات تبعت الكيك. هاي الجبنه كتير كتير انا بحبها، اذا جربتوها الجبنه المشلله كتير طيبه، مش مالحه ولا بتحتاج نقع ولا اشي، تركيه. كنت بحاجه للوز، جوز، هدول اخر 5 حبات للاسف من الكريم تشيز، كان بدي اجيب كمان بس للاسف ما يعني ما لقيت. جبنه نادك ممتازه وسعرها كتير كويس، ارخص من الاجمال الثانيه. جبت لحمه صراحه وجاج، بظني بتكفي لكل الشهر لانه احنا يعني 2، ف فعليا قطع راس عصفور، وهناك مفرومه، وهناك قطع كبيره بعظمها، يعني بكفوا الاكلتين. وطبعا في جاج جبت 6 صدور هناك، وعندي لسه اوريدي في الثلاجه، فيعني المفروض انه يكفي لاغلب الشهر. الزبده شفتوا انا المقارنه اللي عملتها وانا بشرح، فبالاخر قررت اجيب الاكبر. نوتيلا للبزنس كمان، هذه ارخص ذره قدرت الاقيها، لسه اول مره بدي اجربها. الماركه حدائق الامارات 69 قرش حقها، صراحه عم بتكون الذره كثير غاليه، زمان كانت 69 قرش. البراندز زي امريكان جاردن زمان ونيولاند هلا صاروا ب90 قرش، ودينار و20 الامريكان جاردن. هاي التونه اللي بستخدمها كتير طيبه، جودي، ال3 حبات طلع لكم سعرها. الاصابع الكراكرز، الباي فيلينج تبعت البلوبري والستروبري للبزنس، كمان الهوت دوغز للبزنس. هذا الحليب يعني كتير مبسوطه، يا ريته بس لو فات 99 قرش كتير السعر منيح. جبت كمان كيك ميكس للبزنس، للترايفلز كتير اسرع لي من اعمل كيك. طبعا عصايه القشاطه حكيت عنها اوريدي. في عندي كمان نسكافيه، هي مش نسكافيه، هي توشيبو جولد، هذه بدينار و10 صراحه السعر كتير منيح. مايونيز انا كنت اجيب من الكبير، كان زمان حقه 8 دنانير وشوي،
حقه هلا 13 دينار وشوي، على الاغلب انه اوفر من الصغار بس كتير بياخذ سبيس بالثلاجه، فهذا بقدر اخليه برا ولما افتحه بحطه بالثلاجه، فلما بفتحه بحطه بالباب الثلاجه، فما بياخذش سبيس كتير مقارنة بهداك. هداك بياخد سبيس، عشان هيك بطلت اجيبه. تنتين زيتون، هذه شفتوا سعرها قديش كانت لقطة، كنت بقدر اجيب كمان بس قلت خلص بكفي من هذا الزيتون. هذا الزيتون انا زي البزر بالنسبة لي. اللي بيسألوني دائما على البابي سيد، هيو انا المفروض اني جبت تنتين من هذه بس مش عارفة، مش لاقي التانية، ممكن تكون بوحدة من الاكياس، بدي اجربها. انا بعرف انها قديمة بس انا دائما بشرب الثري ان ون، فهلا بدي اجرب اشرب 2 ان 1، احاول اخفف سكر. تركي، حلوم، طن حلوم 8 حبات. هاي بدي اعمل صوص بيتزا للفريزر، عصير مانجا، حليب بودرة، كريم كراميل، سكر ناعم، الكراكرز هدول بموت عليهم انا، بالزعتر كتير طيبين. بدي اسلق حمص احط بالفريزر. هاي كانت لقطة بنص دينار، 32 كيس بالعادة دينار و32 حقها، فلقطة. تابز للجلاية، عندي اوردر تيراميسو، وعندي في بسكوت بس جبت واحد احتياط، وخبز لانه عندي اوردر كمان بكرة بده يحتاج توست، طحين، يعني هدول مش رح يكفوا غير لنص الشهر، 5 كيلو، 10 كيلو. سباجيتي هدول على عرض، وكمان هدول بيكنج بيبر، هذا الورق الخبز، واكياس للفريزر، سكر، طحينة، تقريبا هذا كل اللي جبته. وهون في عنا زيتون مقطع، هالمرة مقطع، المرة الماضية جبته كان مش مقطع. يعني بشكل عام هذه الاشياء اللي جبتها اليوم، واغلبها للبزنس صراحة، الاغلب الاغلب للبزنس، يعني بس اللحمة لنا والجاج، وايش كمان النسكافيه، يعني اشياء بسيطة، الحليب، البيض حتى كتير جزء منه للبزنس، وتابز الجلاية. وما انساش هذا بدي اجربه، قلت حبيت كتير انه شفاف للمطبخ، يعني بحب هيك ما يكونش فيه الوان، فحبيته وحسيته حتى هيك لذيذ، العلبة تبعته شفافة واسود، فاي ثوت اتس نايس، يعني ممكن بعدين اقيم الورقة تبعتها واستخدمها. وبس، وهذه كانت مشترياتي لليوم. طبعا من ضمن عملية التعزيل كان اني لقيت عندي كيس خبز برجر، لقيت عندي كمان كنت عاملة جاج بالباربيكيو صوص بالسلو كوكر. اذا حابين اعمل لكم فيديو خاص للوصفات تبعت السلو كوكر اكتبوا لي، لانه ناوي ان شاء الله بدي يعني حطاه بالخطة. فطلعتهم من الفريزر، حطيت عليهم بصل اخضر، جبنة. الفكرة كانت اليوم اني استخدم الاشياء الموجودة عندي، زي ما قلت لكم امبارح مش عزلنا، كل الموجود مشيته عشان اطلع هدول السندويشات. دهنتهم بزبدة مع بودرة ثوم وعلى الفرن يعني شي تقريبا 20 دقيقة لتسيح الجبنة، كل شي مستوي. هاي الجبنة كتير زاكي، سموكت جودا، سعرها 75 قرش، هي علبة صغيرة 100 جرام، لكن كانت كافية اني ادهنها على شقفة عجينة عندي اياها، يعني موجودة بالثلاجة بدي امشيها. حطيت عليها فطر، لو كان عندي بصل مكرمل كان حطيت. والعجينة الحقيقة كانت كبيرة، كنت لازم اقسمها من النص بس يلا ما علينا. وحطيت عليها موزاريلا وحطيتها بالخبازة الكهربائية، وكانت كتير كتير طيبة. رح احط على وجهها جرجير وبصل مقرمش لانه هذا الموجود عندي، لكن الاصول انها تنعمل مع بصل مكرمل. شوفوا كيف الجبنة عمالها هيك بتبقبق بتشهي، لازم تجربوها، تغيير عن البيتزا العادية. وكان هذا الفيديو تبعنا لليوم، بتمنى تكونوا يعني استمتعتوا فيه، بتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير أكيد، ولحتى ألتقي فيكم بفيديو قادم إن شاء الله. سلام.